الاستنكار والاحتجاج للشعب المغربي في وقفاته المتعددة، في مسيراته في كل أرجاء البلاد، احتجاجاً واستنكاراً للمذابح والمحارق والمجازر التي ترتكبها آلة الحرب الصهيونية ضد أهلنا في غزة. هذه جرائم تخترق وتنتهك كل القوانين الدولية وكل القيم الإنسانية. هذه المجازر التي يذهب ضحيتها الأطفال والنساء، والتي تستهدف فيها المستشفيات والمساجد والمدارس والكنائس وكل المواقع المدنية، تستهدف بشكل همجي وحشي من طرف آلة الحرب الصهيونية. والشعب المغربي من خلال وقفاته ومسيراته يؤكد مرة أخرى أنه مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل، وأنه مع المقاومة المشروعة للاحتلال في أرض فلسطين. وفي نفس الوقت فإن من الرسائل التي نريد تبليغها هو التساؤل: أين هي المحكمة الجنائية الدولية؟ أين هي الأمم المتحدة؟ أين هي الجامعة العربية؟ أين هي منظمة التعاون الإسلامي؟ أين هو الضمير الإنساني أمام الجرائم البشعة التي ترتكب في غزة؟ طبعا هذه المسيرة الحاشدة الجماهيرية التي حج إليها المغاربة من باختلاف مشاربهم السياسية والمدنية والنقابية إلى مدينة طنجة، هي تندرج في سياق كل المسيرات وكل وقفات وكل الديناميات والفعاليات ديال الشعب المغربي الذي يرسل رسائل واضحة لا لبس فيها. الرسالة الأولى: هذه المسيرات، هذه الجموع، هذه الوقفات، هذا الخروج للأطفال، للنساء، للشباب، للشيب وغيرهم، لكل مكونات ديال الشعب المغربي اللي تخرج اليوم، إنما لتؤكد على أنها تشكل حاضنة الشعبية للمقاومة العربية والإسلامية بفلسطين، تؤكد على أن المقاومة جزء من الأمة، وبالتالي الشعوب العربية والإسلامية لن تتخلى عن إسناد المقاومة وعلى الضغط على أنظمتها وعلى حكوماتها وعلى الرأي العام العالمي وعلى المنتظم الدولي من أجل إيقاف المجازر التي يقترفها الكيان الصهيوني خارج كل الأعراف التي تنظم حتى الحروب الرسمية في بالأحرى. أن تتداعى أمريكا وحلفائها والآلة القتل الصهيوني لتدمر المستشفيات ولتجهز على سيارات الإسعاف ولتدمر المخابز ولتعطش وتقطع يعني الإنارة وكل مقومات الحياة على الشعب الفلسطيني. ولكن المقاومة التي هي جزء وإفراز طبيعي لصمود الشعب الفلسطيني تأبى إلا أن تنتصر. وأظن على أن معركة طوفان الأقصى ما هي إلا خطوة قوية وكبيرة ومتينة على درب التحرير إن شاء الله. وأيضا وجود الأطفال معنا فهو أيضا توريث القضية لهؤلاء الأطفال. وإن كنا نظن على أن ساعة التحرير اقتربت وعلى أن الصلاة إن شاء الله في القدس لاح فجرها إن شاء الله. صفتي كمواطن مغربي وابن مدينة طنجة، كنعبر على الفرحة ديالي والسعادة ديالي خصوصا أن حاضر في هذه المسيرة الشعبية الحاشدة اللي تجمعت فيها جميع أطياف المجتمع المغربي والشمالي هنا بالتحديد، وكيعبروا بعد المسيرة كتعبر على السخط والغضب ديال على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. كنرفضوا التطبيع ولو يكون جزئي مع الكيان الصهيوني، وكنطلبوا بإلغاء ديال هاد جميع اتفاقيات ما بين المغرب والكيان الصهيوني الإسرائيلي. المجازر التي يقوم بها هذا العدو الصهيوني والقضية لها رب يحميها وينصرها، وحنا شرف لنا أننا نوقف غدا يوم القيامة سنحاسب على الدماء الشهداء، دماؤهم في رقابنا سنحاسب. هل سندناهم؟ هل نصرناهم؟ أدعو الشعوب إلى المقاطعة، مقاطعة المنتوجات التي تدعم العدو
وأن نكثف الدعاء لإخواننا، وإن شاء الله نصر قريب وفتح من الله بإذن الله. أوقفوا قتل الأطفال غزة. سقف محتشم كل صراحة، لأن الحدث الخروج ديال الجماهير خصو يكون على مستوى الحدث الإجرامي اللي كاين. فالجماهير اللي خرجت في المونديال، خرج الفئات المغربية، خرج الشعب المغربي، خرج عن بكرة أبيه، ما كنشوفوش ديك الجماهير اللي خصها تكون في الساحة. للأسف وقفت مسيرة على استحياء، بخصوص طنجة اللي فيها الحراك نوعا ما، ولكن الاحتجاج على استحياء كنقولها بكل صراحة، لأن الحدث نيفو ديالو كبير، التصعيد بالنسبة لنا ماشي في المستوى. وكنوجه نداء عندك أصحاب اللي ما يطلق عليهم بالمؤثرين، وأصحاب ديك اليوتيوبرزات، كنشوف أنا صمتوا صمت القبور، كل شيء بلا لسانه. فانا ديك الناس اللي كانوا يخرجوا علينا في المواقع، ديك الناس اللي كيشاهدوهم ويطلعوا لهم المشاهدات ديالهم الملايين، فينهما اصحاب القامات والهامات؟ اين انتم؟ فينهما السياسيين اللي عندنا في البلاد من ادانه هذا الاجرام الهمجي الصهيوني البربري؟ فينهما السياسيين؟ فينهما مجلس النواب؟ فينما أين أنتم يا نوام ولستم نواب؟ أين أنتم من هذه المجازر؟ فينما؟ فينما الساسة؟ سلبونا الخيل وأركبونا الحمير. للأسف كل شيء صمت صمت القبور. أين أنتم يا شعوب؟ خرجنا للأسف حينما في الربيع العربي، خرجنا على غلاء المعيشة، خرجنا على الزيادة في الأسعار، أخرجتنا بطوننا، ولكن لم يخرجنا هاد الإجرام اللي وقع على الشعب في غزة. فينهما الجماهير اللي كانوا بالملايين في الساحات في 20 فبراير؟ فينهما؟ ولكن أكلت يوم أكل الثور الأبيض، هي مسألة لقى الله عز وجل. وتلك الأيام نداولها بين الناس، الأيام دول. كنقول للشعب الغزاوي، الخوتنا في غزة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون، وترجون من الله ما لا يرجون. صبرا آل غزة فإن موعدكم الجنة. أقول لكم أيها الغرب، سقط قناعكم عن الإنسانية المزيفة التي تدعونها. قسما بالله ستخرجون أدلة صاغرين، والتاريخ بيننا، والتاريخ سيسجل، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد.